إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء. Okay, my students of the fifth grade. الدرس ديالنا اليوم إن شاء الله غادي يكون مراجعة ديال subjects, pronouns and the verb of to be. Okay. Before all, يعني قبل ما نبدأ في الدرس ديالنا اليوم إن شاء الله غادي نقول لكم بأن هاد الدروس عن بعد اللي يعني أكرهنا عليها يعني ماشي لخاطرنا باش أننا درناها. كنتمنى باش انكم تواكبوا يعني وتاخذوها كانها دروس واقعيه كانكم حاضرين اوكي في القسم ديالكم نتابعوا مع الاساتذه ديالكم نتابعوا مع الشروحات ديالهم وتفاعلوا معهم في التمارين وفي الواجبات ديالهم وفي الفهم ديال الدروس وما تبخلوش على نفوسكم باي اسئله باي حاجه اوكي اذا ما لقيتوهاش عن طريق التواصل مع المدرسه بواسطة الأساليب أو الوسائل اللي خصصتها المدرسة عن طريق للتواصل معها أوكي؟ إذن نبدأ الحصة ديالنا اليوم إن شاء الله ديجا كنا خدمنا subject pronouns أوكي؟ We have already seen the subject pronouns أوكي؟ Subject pronouns كنا تكلمنا عليهم وقلنا بأنهم هما الضمائر The subject pronouns أوكي؟ هما الضمائر I You He, she, it, we, you, they. Okay, وكنا تكلمنا عليها بجميع التفاصيل ديالها وقلنا كل واحد اشنو المعنى ديالو وخدمنا مجموعة من التمارين في القسم. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم التمارين هادو عن بعد نخدموهم أوكي نخدمو هالتمارين هادو عن بعد إن شاء الله هما ضمائر subject pronouns وعندنا الverb of to be. Okay, subject pronouns and the verb of to be exercises. هاد التمارين بغيكم تخدموهم. Okay, وترجعوا يا إما تخدموهم تيريهم على شكل ورقة وتخدموهم بينكم وبين نفوسكم من بعد الشرح ديالي في الحصة ديال اليوم إن شاء الله. أو لا, okay, تخرجوهم بشكل إلكتروني وتعودوا ترسلوهم للمدرسة عن طريق وسائل التواصل اللي خصصتها لكم الإدارة. اوكي اذا على بركه الله نبداو الشرح ديال التمرين ديالنا اليوم اوكي اذا التمرين ديالنا اليوم هو خاص او الدرس ديالنا اليوم فهو خاص بالتلاميذ ديال 5th grade اوكي ذا 5th grade اذا تلاميذ صف الخامس تلاميذ صف الخامس اوكي subjects pronouns كما درنا كنا ديجا خدمناهم وتكلمنا عليهم اوكي اذا غادي نبداو بهذا التمرين هذا ان شاء الله غادي نشرحه وكنتمنى باش ان ما يكون عندكم حتى شي اشكال واللي عنده اي تساؤل فممكن يتواصل معايا عن طريق المدرسه اوكي subject pronouns practice subject pronouns practice اوكي subject pronouns هما الضمائر اوكي practice يعني المزاوله او لا الاستثمار ديال الاشياء اللي كنا خدمناها من قبل use لاحظوا معايا التمرين اي التمرين اي كيقول لنا use the subject pronouns to fill in the gaps. Use استعمل the subject pronouns الضمائر to fill in لكي تملأ fill in تملأ the gaps gaps هما الفراغات أو لا الفضاءات. Okay. إذا غادي نشوفوا هادو كلهم عبارة عن كلمات اللي عندها ارتباط بالضمائر. Okay. We have أحمد أحمد. Okay. What is أحمد in the subject pronouns? Okay. Yes, then you can put here. Imma, either you can put I, you, he, she, it, we, you, or they. Okay? You can put one of these subject pronouns. Okay? But use the suitable subject pronoun. خاصك تستعمل subject pronoun اللي هو مناسب لهذا الضمير اللي عندنا هنا. We have Ahmed. Who is Ahmed? Is Present is he present or okay absent okay when we have an absent man or absent person who is okay muscular okay you have to use okay either he or she it means what it means that you have to choose one of these two subjects خاصك تستعمل واحد من جوج ديال الضمائر يا اما هي يا اما She. Okay? We have Amal and her sister. Amal and her sister. What is Amal? Okay, Amal is she.
And her sister means she also, okay? And you have to use between or to choose between the subject pronouns, okay? The students, what are the students? At-talamid, okay? At-talamid, okay. The dress, what is the dress? ديجا كنا شفنا الكلمة في القسم the dress, dress الفستان, كسوة, okay? بليز الكلمات اللي كنترجمهم فحاولوا تسجلهم في المذكرة باش تعاودوا تحفظوهم بينكم وبين نفوسكم, okay? The dress. We have the desk. Desk, okay? ديجا شفنا في القسم the desk, المكتب. My teacher صفاء. My teacher صفاء. Okay, شكون هي my teacher صفاء؟ Okay, what is my teacher Safa in the subject pronouns? Okay, our neighbor means جارنا. Our neighbor, يعني جارنا. Neighbor هو الجار. Our neighbor, لنا نحن. Our, okay, كتعطينا possession للجماعة المتكلمة. ضمير الجماعة المتكلمة الملكية لضمير جماعة المتكلم. لنا نحن. Our. Okay, neighbor هو الجار يعني جارنا. Okay, جارنا شنو غادي يكون في الضمائر. Okay, what is it in the subject pronouns? Okay, my mother and my father. أبي وأمي. My mother and my father. Okay, شنو غادي يكون في الضمائر؟ My mother, احنا ديجا اتفقنا بأن my mother يعني أمي. Yes, my father. Okay, أبي. إذن أبي و أمي و and و أمي. Okay, نمشي ولا نادية. Okay, نادية. What is نادية؟ نادية is a girl. إنها فتاة. A girl. كيفاش؟ واش مفرد أو لا جمع؟ Okay, it is singular. مادام singular اللي هي مفرد, إذن فا خصنا نشوفوا الضمير المناسب لهنا. واش I, you, we, you, they, أو لا هي أو لا شي أو لا it. Okay, أحمد and his brother. أحمد and his brother. إذن أحمد وأخوه. His, عقلوا معي على كلمة his. His كتعني لنا, okay, المفرد. الكنعطيو الملكية للمفرد المذكر الغائب. له هو. له هو. قبيلة شفنا في أمال and her sister. Her, لها هي, أختها. Okay, أحمد and his brother, أخوه هو. Okay, the cat. What is a cat? ديجا اتفقنا بأن cat هي القط. In general, القط. Okay, yes. The pans. Pans, الأقلام. Okay, is it singular or plural? Okay, it is plural. Yes. Then look for between the subject pronouns and use the suitable one. Okay? The school. School. المدرسة. The school. Yes? Okay. What is it in the subject pronouns? School. First of all, it is singular. Okay? And you have to use the suitable subject pronoun. Okay? My teacher, Amin. أستاذي Amin. Okay? My teacher, أستاذي Amin. Okay, شنو في الضمائر؟ What is it in the subject pronouns? Okay, me, أنا. Okay, me, أنا. Okay, put the suitable subject pronoun here. My school bags. Okay, we have already seen that the school bag means الحقيبة المدرسية. Okay, the school bag. The school bag, الحقيبة المدرسية. إذا اش غتكون عندنا في الضمائر؟ رد بالك, راه عندنا هنا, اوكي, واش singular or plural? We have here an S. We have here an S. اوكي. إذا حاولوا تخرجوا هذا التمرين. Yes. ورجعوا ارسلوا لنا باش الحصة الجاية إن شاء الله نصحوه ونديروا درس آخر بإذن الله. اوكي. The second exercise. Yes. The second exercise is the verb of to be practice. The verb of to be practice. Okay. استعمال verb to be. استعمال the verb of to be. نتيجة كنا حفظنا في القسم verb to be وقلنا هو I am, you are, he is, she is, it is,
we are, you are, and they are. هذا هو الverb to be. Okay. بينما الأولي اللي كنا تكلمنا عليهم في التمرين فوق فهما subjects pronouns. قلنا I, you, he, she, it, we, you, they. Okay. وقلنا the difference between the subjects pronouns and the verb of to be is. Okay. We have the subjects pronouns اللي هما الضمائر. But the verb of to be, ولكن الverb to be, فاحنا قلنا شيء آخر اللي هو بالعربية كنقول فعل الكينونة أو لا, الverb être بالفرنسية. Okay. إذا نمشيو للتمرين B. إيش كي قلنا التمرين B؟ Use, استعمل am, is, or are. استعمل إما am, is, or are. Okay, in the suitable blank, في الفضاء أو في الفراغ المناسب. اوكي هذا النوع من الاسئله او هذا النوع من التمارين الا بغينا نجاوبوا عليه فاحنا كنمشيو للضمير. اوكي ذا سبجكت برونون, ملي كنعرفوا شنو هو سبجكت برونون. اوكي اما ايذر وي هاف اي يو هي شي ات وي يو اور داي. اوكي ذن وي كان يوز ذا سوتبل. اوكي ام اور از اور ار. اوكي Yes. إذن غنشوفو كيفاش ممكن نخدمو هاد التمرين. Number one. Okay. We have I going to school. I going to school. أنا ذاهب إلى المدرسة. Okay. من بعد I أش كتكون؟ واش am ولا is ولا are. Okay. Yes. حسب حفظ ديالك the verb of to be. إذن حاول أنك تجاوب على هاد السؤال. نمشيو number two. You doing your homework. أنت you doing تنجز أو تعمل أو تفعل your ديالك أنت your is it is yours. Okay the homeworks are yours. Okay your لك أنت homework هو التمرين أو لا التمارين. Okay واش you كتبعها am أو لا is أو لا are. Okay use the suitable auxiliary. اوكي حاول تستعمل الاوكسيليار المناسب. اوكي نمبر 3 هي اوكي درايفين هيز كار يقود درايفين يقود او يسوق سيارته درايفين هيز كار. اوكي وي كان يوز افتر هي از اور ام اور ار. اوكي يوز ذا سوتبل اوكي اوكسيليري. نمبر 4 We have she listening to music. هي تنصت للموسيقى listening كتقرأ listening. Okay to music للموسيقى. Okay please أي كلمة كنترجمها للعربية أو كنتكلم بالعربية فيها فبليز خذوها في المذكرة باش نحفظوها. Okay وغنخدموا عليها إن شاء الله في الدروس القادمة ونبقاو عاقلين هذه المفردات هذه. Okay إذا she listening to music. إذا من بعد من she what we can use is or am or are. Okay إذا use the suitable إما am or is or are. Okay option number 5. Okay number 5 we have it raining. إنها تمطر. It هنا بصفة عامة كترجع إحنا ديجا اتفقنا it دائما كترجع على the singular. اوكي فاش فالغير عاقل الضمائر او الضمير الغير عاقل المفرد. اوكي يس وهنا دائما ملي كنلقاو ايت وراها رينين او لا سانين او لا شي حاجه بحال هكا خاصنا نمشي دماغنا نيشان باننا كنتكلموا على السماء. اوكي ذا سكاي. اوكي انها تمطر رينين تمطر ذا رين هو المطر رينين انها تمطر. اوكي Yes. إذا من بعد من it what we can use am is or are. Okay. إذا put the suitable auxiliary. مشير number 6. We revising our lessons. We نحن revising نراجع. Okay. Revise غيفيزي. Okay. Revising our lessons تماريننا. Okay. Our lessons تماريننا. Okay. إذا put am is or are. Number 7 you cleaning the stairs. انتم cleaning
تمسحون أو تنظفون. على فكرة مع كورونا لا بد من تنظيف ديال الأيادي والملابس وكل شيء. أوكي كنلمسوه بإيدينا. أوكي يو cleaning the stairs. تنظفون stairs. stairs هما الدروج. أوكي الدرج stairs les escaliers en français. أوكي stairs دروج. أوكي إذا من بعد من يو واش غدير ام ولا إيز ولا آر. أوكي put the suitable auxiliary. غادي توضع الأوكسيليار المناسب. نمبر 8 they. نتفقنا بأن they الجماعة الغائبة. they هم they watching TV. watching TV. watch يشاهد يشاهد. إذا watching TV يشاهدون التلفاز. إذا after they من بعد after. okay they what we can put am is or are. okay yes put the suitable auxiliary. okay نمشي number 9. okay let's see the number 9. you and Amal. okay you and Amal. it means what? it means you أنت ومعك Amal. okay you are two people. it means what? it means that you must look for the suitable okay auxiliary with the verb of to be and use it in this okay points in this points. okay إذا you and Amal راه ما بقيتيش واحد أو لا أمل هي شي. you are two وليتو plural وليتو جماعة plural. okay عندنا playing guitar. okay تلعبون على القيثارة. okay playing guitar playing يلعبوا القيثارة اللي هي guitar. okay number 10 سامي سامي سي تان نوم بروبر ديال الاول. اوكي traveling to Tangier. يسافر traveling to Tangier الى مدينه طنجه. اوكي سامي what is Sami in the subject pronouns is it he or she واش هي ولا شي. اوكي اذا مادام عندنا سامي راه ولد غائب مذكر غائب اتفقنا بانه هو هي. اوكي اذا من وراه هي اشنو كيكون what we can use after he. okay am is or are. okay نمشي نمبر 11 نمبر 11 my sister اختي. what is my sister in the subject pronouns. okay the sister هي الاخت مدامت الاخت اذا she. okay after she what we can put is am or are. okay going to the or to see the doctor ذاهبة going to ذاهبة الى to see أن ترى see أن ترى the doctor هو الطبيب. okay نمشي نمبر 12 the cat القط licking the milk lick يلعق بلسانه lick. okay licking يلعق the milk milk هو الحليب. okay the cat. okay what is the cat in the subject pronouns is it he or she or it. okay إذا فقلنا بأن كات هو غير عاقل مفرد. it means what? it means it. okay ومادام it okay غنقلبوا على the suitable okay auxiliary after it واش is ولا am ولا are. number 13 I and my teammates. I and my teammates. okay أنا ورفقائي في الفريق. okay team هو الفريق mates هما الرفقاء كنجمعوها كاملة كتعني رفقائي في الفريق أو لزملائي في الفريق. إذا أنا وزملائي في الفريق أنا اللي هو I it means I. okay لكن معايا رفقائي في القسم واش غنبقاو I no it is going to be changed غادي تبدل وغادي تولي واش I بوحدها أو لا we أو لا شي ضمير آخر. okay it is so clear that it is okay we. okay then after we what we can put am is or are. okay I and my teammates وعندنا الفعل playing نلعب تنس لعبة أو رياضة التنس. okay نمشيو the last one is the number 14 the workers. the workers العمال. the workers work هي يعمل worker هي العامل workers هما العمال. okay in general فهو الworkers هما العمال. okay عندنا جمع هنا. okay when we have plural what we can use لجماعة غائبة what we can use. okay is it it or he or she or I or we or you or they. okay
It is they. إنهم هم. But after they. After they. من بعد من they. What we can put? Am, is, or are. Okay. Am, is, or are. Okay. We are going to put one of these okay auxiliaries. وهنا خاصك تستعمل ليا الضمير المناسب. اوكي اذا الحل هنا فانتهى الشرح ديالنا للتمرين ديالنا. اوكي ياس انتهى الشرح ديال التمرين ديالنا. كنتمنى باش انكم تخدموهم الاعتماد على النفس. اوكي ياس الاعتماد على النفس سيلف ديبندين. اوكي خاصك تعتمد على نفسك في انجاز هاد التمارين. ما ينجزهم معك حتى شي واحد حسب الشرح اللي شرحنا وشرح مبسط بزاف يعني ما عندكش حتى شي مشكله يعني كنحاول نبسط ما امكن وكنستعملوا حتى العربيه في الشرح ماشي اشكال. المهم اننا نكونوا فاهمين الدرس 100%. اوكي اذا اللي تمكن من انه ينجز التمرين جالس ينجزوا عن طريق اما ورقه ويجيبوا المؤسسه او لا ورقه او لا ينجزوا الكترونيا ويرجع يرسلوا لنا عن طريق للمؤسسه ولاداره المؤسسه. نصحوا في الحصه القادمه ان شاء الله غادي نديروا مراجعه على هذا الشيء ياس وغادي نشوفوا كل واحد فيكم واشنو دار في التمارين ديالو. اذا تلامذتنا الاعزاء اوكي كنشكروا مدرسه دار الزيتونه لانها كتبذل مجهودات كبيره باش توفر لكم جميع الدروس عن بعد. كنتمنى باش انكم تلتزموا اوكي تلتزموا مع المدرسه ومع الاداره بانجاز ديال الواجبات والحضور للدروس ولو عن بعد. اوكي او تستمعوا لهم وتكتبوهم وتخدموهم كانكم في القسم تماما. اوكي كانكم في القسم تماما ما كاينش شي فرق ما بين القسم وبين المنزل الا التزمتي بينك وبين نفسك. اوكي وفي النهايه كنشكركم بزاف وان شاء الله هذه مجرد غمه وغادي يدوز وغادي نرجعوا للدروس ديالنا بالمباشر وشكرا لكم جميعا. اوكي جود باي.